عم هاي الكهرباء بالباوية، شوف شلون المواطنين اللي يشتغلون بيها. بدينا نشتغل لو بفلوس لو ما تراك وطين فلوس وبالتلتيك صارت نمشي عليكم العباس سووا لنا الكهرباء. شوف راح نخلي لزكي من الناشط صار لنا اكثر من شهرين الناشط ولا مسؤول اجى ولا صيانه اجت ولا كل واحد سمعنا. زين ويشتغلون بس بالمناطق، المسؤولين مال الباوية يشتغلون بمناطق حي البتول والعمار وعارفين مناطقهم وسكنهم وجيرانهم اللي صعدوا على اكتافهم بالانتخابات. صحيح اي والله. هذا المواطن عرف نفسه انه خطا ونحمل اي شيء يصير على المواطن نحمل الحكومه والمسؤولين داخل المنطقه المسؤولين.